جود نايت بالعربي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج جود نايت بالعربي. لو لسه مشتركتش في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل حلقاتنا باستمرار. زي ما واضح قدامكم يا جماعة، حلقتنا النهاردة عنوانها دليل السفر العصري في التيك توك المصري، وده لان التيك توك عندنا في مصر ليه رونقه البراق واللي يختلف تماما عن كل انحاء العالم. بس في الاول خلينا نعرف اكتر عن ابليكيشن التيك توك. التيك توك هو تطبيق تم اصداره في عام 2014 في الصين. ايه الصين؟ هي الصين دي ورانا؟ سبحان الله، دايما الصين هي مصدر الشخرمة في حياتنا. طيب التطبيق ده كان اسمه ميوزيكلي واتغير اسمه لتيك توك عام 2017، ومعناها بالصيني اهتزاز الصوت. يا حلاوة يا ولاد. وبيستخدمه تقريبا 150 مليون مستخدم نشط في اليوم، واللي بيعادل اكتر من 500 مليون مستخدم نشط في الشهر. وتطبيق تيك توك تم تحميله في سنة 2018 أكتر من 800 مليون مرة في جميع أنحاء العالم. لا صيني صيني يعني. وأغلب اللي بيستخدموا التطبيق ده أعمارهم ما بين 16 ل 24 سنة. وبالمناسبة يا جماعة، التطبيق ده يعتبر مصدر كويس جدا لتحقيق ربح من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. دي كانت نبذة مختصرة عن التطبيق. طبعا التيك توك ده طلع لينا مواهب كتيرة جدا في مصر كانت في الزبالة، بس بصراحة بعد ما شفناها بقينا عاوزين ندفنها تحت الأرض. تعالوا كده نشوف شوية مواهب تيك توكية مصرية، صدقوني هبهركم. لكن في البداية خليني أأكد على حاجة مهمة جدا، هي إن مهما دخلت التكنولوجيا في حياتنا إلا إن مبادئنا بتكون هي ثابتة يا جماعة، ثابتة وما بتتغيرش. لا زينب اتصلوا بينا، كانوا عايزينها في مسلسل رسائل عز الدين وكذا برنامج كان معروض عليها كمان تقدم برنامج، بس كان مشكله ان هم عايزينها من غير الحجاب، يعني هي تقلع الحجاب في المسلسل، وكذا عمل اللي يدخله تقلع الحجاب فيه، فهي رافضه دوت اصلا. يا سلام عليك يا ابني. شايفين يا جماعه؟ شايفين المبادئ؟ مهما دخلت التكنولوجيا في حياتنا فعلا عمر مبادئنا ما هتتغير ابدا. إلهي تتشخرم يا شيخ، بتطبل لها يا بعيد، طب امسك لها صجر حد؟ ما علينا، أكيد يا جماعة في حاجات تانية أفضل من كده بكتير، بلاش إحنا نبص على الجزء الفاضي، خلينا نشوف الجزء المليان، ده اللي هيفرق معانا جدا، خلينا نشوف. أنا هجاوب على السؤال ده علشان السؤال ده مهم. أنت لما يبقى معاك بنت بتحبك وبالذات إن هي أجنبية وفي بلد غريبة عن بلدها، هي في الأغلب بتسمع كلامك في أي حاجة أنت بتقولها. فهي الفكرة أنا عايزها ليه ما تخش الإسلام؟ تبقى داخل الإسلام عشان هي مقتنعة بالإسلام وعارفة إيه هو الإسلام، لكن مش داخل الإسلام كده وخلاص عشان أنا متجوزة مسلم فأنا بقى مسلمة. لأ أنا عايزها لما تخش الإسلام تبقى عارفة إيه هو الإسلام وتبقى مقتنعة بالإسلام مش مجرد اسم وخلاص، صح؟ أيوة صح. أيوة صح. إيه ده؟ لا معلش والنبي تاني كده؟ أيوة صح. أيوة صح. لا شوفوا، هو اكيد التيك توك هيدينا برضه مواهب يعني مختلفه شويه، يعني ممكن يعطينا مطرب مثقف، مطرب نسمع صوته ونلاقيه حاجه كويسه ومميزه، يظهر لنا حاجه ما كناش نعرفها قبل كده، يظهر لنا موهبه فعلا احنا محتاجين نشوفها محتاجين نسمعها. خلينا نشوف الموهبه دي. وبتنسى ليه بالسمسم ها بتنسى بتوب وبتنسى ليه بالسمسم ها بتوب وبتوب ليه بالسمسم ها نعم معلش بتقول ايه؟ وبتنسى ليه بالسمسم ها وبتوب ليه بالسمسم ها سليم بتنسى بتوب بتوب ليه بالسمسم ها وبتنسى ليه سليم وبتوب ليه بالسمسم سليم وبتوب ليه بالسمسمات سليم وبتنسى ليه وبتنسى ليه وبتنسى ليه سليم وبتوب ليه بالسمسمات هاري سويت.
عليا النعمة ما انا معلق. طيب خلينا نشوف جزء بسيط كده من مواهب البنات على التيك توك، خلينا نشوف مع بعض. كله عني بقى بيتكلم، شغلين بالكم ليه؟ ايوه هفضل فيكم بعلم، قولوا تاريخكم. يا رب يا رب بركة الأدان. وحش قوي لما تبقي عشمانة في شخص هو عندك الدنيا دي كلها ويقولك كلمة واحدة يحسسك انك ولا حاجة بالنسبة له. ايه ده يا شيخ؟ ايه اللي بتعمله ده يا شيخ؟ ايه يا شيخ ده؟ ايه؟ يخرب بيت سنينك. يا ما نفسي اعمل زيارة للتاتو ده او النعمة. اللي باع ولاد الاصول مصيره يقع في ولاد الحرام، يعرفوا قيمه النعمه اللي كانت في ايده. انا اقسم لك بالله يا طهره وملك عليا يمين، لو دي خلقه ولاد الاصول ده ولاد الحرام ارحم بكتير بكتير قوي. العناديه العناديه يا سلام يا سلام، معلمين وصنايعيه. نعم ايه تقولت يا ماما؟ صنايعيه صنايعيه. معلش يا ماما ما تتكلميش لحد يوم الثلاثاء الجاي، اسمعي مني ما تتكلميش لحد يوم الثلاثاء الجاي. هو فعلا سيمر كل مر، بس كل مر بيمر ورا مر. يلا يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لكم يا مبدا، يعني لكم يا مبدا، يعني انزل باللي بعده يا مليك. تحدي تقليد الحيوانات، مين هيطلع في جمالي؟ اوه يا لجمالي المبدع. I love it. طب عليا الطلاق بالكلام وناتو ليه وليه لحلاله، ان التطبيق ده بيفهم بيفهم بيفهم. اللي بعده يا مليك. انا سندريلا عائشة خبير التجميل، بنات كتير نفسهم يبقوا في جمالي وجمال بشرتي وحلاوة شعري. حسبي الله ونعم الوكيل. تبنا الى الله. اللهم صل. يا ريتني كنت ليفه يا حاج اهبني يا جمل. طيب سؤال بس والنبي، هو اللهم صل على النبي دي على الحجاب ولا على الكرتين اللي بقلظه في وش امي؟ اللي بعده يا مليج. الموضوع قوي. شايفين الفن؟ شايفين الفن يا جدعان؟ فن فن يعني اكيد دي ملوحة صح؟ دي ملوحة مش كده؟ اللي بعده يا مليج. اقسم بالله البيض اللي في التلاجة انفجر. معلش طيب سؤال، هو مين اللي المفروض يغني لمين؟ يعني الكلام ده موجه لمين بالظبط؟ لا وشفتوا الغمزة يا جماعة، لا والهزة حكاية، الهزة حكاية حكاية. لا 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 بصوا يا جماعة خلاص، انا كده اكتفيت بصراحة من مواهب البنات على التيك توك. طيب خلينا نشوف حوار مهم جدا، وياريت طبعا نبعد سوء النية عن الحوار اللي احنا هنسمعه دلوقتي ده تماما. ها خلينا نسمع الحوار ده كده مع بعض. وانا جاهز بس انا عندي ملاحظه بس. هتزقه بقى؟ ها يعني اول ما اروح هناك. بس 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 انت تزقيه تمام، انا هشغلهولي وانت تقوم زقيه. ما عرفتش ازقه امبارح. ممكن مستعجل قوي، عامل لي رياضي واعمل فرحي في الاستاد وراجل بسبع ادوار يخص على دي رجاله. سامعني انا واقولك على الطرف بس باحترافيه. تمام حلو. قولي تمام. قولك ايه؟ قولي قدها قدها يا باشا، عيب عليك خلاص. الزقة بس بصي الزقة مش كده اهو، فاجئيه عنصر مفاجأة. برا برا قبل ما اجيب سكينة اقتلكوا انتوا الاتنين. يا ليلة سهولة، هو الكلام منين على فين بالظبط؟ لو عنصر مفاجأة عنصر مفاجأة كمان، ده انت خرة بقى. لا 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 يا جماعة لازم نصفي نية، أكيد في سوء تفاهم، أكيد في ناس بتقدم لنا محتوى ليه معنى أو ليه هدف. خلينا نشوف كده الفيديو ده.
يا سلام، قد ايه حضرتك عميق. شفتوا يا جماعه، الواحد لو اذى مراته وابنه وامه دعوه واحده بس يتسخط قرد. ما هو اصل ده مش شلل، ده تحول لا ارادي، دي حاجه خارجه عن الطبيعه. لا لا، كفايه كفايه مواعظ، كفايه مواعظ لحد كده. لازم نشوف الشباب، اكيد الشباب ليها دور كبير جدا وبتظهر حاجات جميله جدا في التيك توك. ابقى يا مليجي. لا ربنا يخليهم لك يا حبيبي، ربنا يخليهم لك، ربنا يخليهم لك يا رب. اللي بعده يا مليجي. سجلي تعال قرب هنا، قول لي بس عندك يا سجلي تعال قرب. ازاي عندك الجمهور ده بقى يا معلم؟ ادي واتكلم انا اللي عايش في مزاجي، في الكلام اخواني بلد تيجي بالعدادي بلد شباب اللي كتابي. شوف انك كنت مالك بجد ولا ايه؟ ده ايه ده؟ عفريت انت ولا ثدييات ولا ايه؟ ايدك يا عم، انت هتحلو علينا ولا ايه؟ مش القصد والله يا سيد، بس لا مؤاخذه يعني انا اول مره اشوف عفريت عنده ترهلات. بصراحه انا عن نفسي احترت في الموضوع ده وفكرت فيه كتير، لكن اكيد مرايات بيتهم مش مكسره، هي اكيد مش موجوده اصلا يعني. انزل باللي بعده يا مليجي وارحم امي شويه. حب عمرك مكون وعسل وربي انسوا لما درش اخونه ساكن في قلبي. انت يا غميزي يا بطة؟ يا غلاسي؟ خلبوسة انت خلبوسة؟ تقريبا ده ماشي بمبدأ صدرها للي قدرها، اكيد يا جماعة. مش كده يا مليجي، ربنا يخسف بينا الارض يرحم امي. ازيك ازيك اخبارك؟ ها عامل ايه؟ ايه مالك مخستك كده مش تكشف؟ ما مش ايه بقى متقعد؟ صدقوني انا حاولت كتير جدا اعرف فين مكان الواوا، بس تقريبا قدرت اعرف الواوا مكانها فين. اللي باللي بعده يا مليجي. شد حيلك يا بهاء عشان تبقى زي بابا وعمه كده، شد. يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه، انا ازعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه. لا 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 لا، دي كده اكيد عدوى يا جماعه، دي كده اكيد عدوى يعني، اكيد في حد كبير هيطلع مظبوط في الليله دي كلها يعني. مش معقول ان الموضوع وصل حتى للناس الكبيره وبداني كمان. لا لا لا، اكيد في حد هيطلع يعني يظبط لنا الاداء ده شويه، خلينا نشوف كده. انزل يا مليجي. شوفوا بقى، انا اي حد هيعمل بعد كده تيك توك او هشوف واحد بيعمل تيك توك سواء كان ذكر او نتايه هيبقى ده الرد الوحيد عليه. ايه
والوقتي وبعد ما ضغطي فرط مني اقدر اقول لكم ان احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واستنونا في حلقة جديدة كل خميس الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، وجود نايت عليكم بالعربي، استنونا.